بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف اليوم الساحة في البحرين مشغولة، بدل أن تنشغل بجريمة آل خليفة وجريمة نظام الإرهاب في البحرين بإعدام 3 من خيرة شباب البحرين، اليوم الساحة في البحرين مشغولة بالتشكيك والتحليل أنه هل قتل الشهير الغصرة في الزورق، أو قضية الزورق هل هي حقيقية أو خيالية، أو هل هروب العشرة من السجن في البحرين هل هذه القصة حقيقية أو خيالية؟ هل كل ما نشر عبارة عن مسرحية، وأن هناك تصفية ليس في البحر وإنما في مكان آخر؟ اليوم الساحة مشغولة بهذا الموضوع، وللأسف 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 انشغلت الناس عن العملية البطولية التي قام بها رضا الغسرة ورفقائه من الخروج من السجن، والعملية البطولية والاستشهادية البطلة جدا جدا عندما قاوم المرتزقة الذين احتوشوه من كل جانب، وكان وحيد وقاوم كل هؤلاء الطغاة، وكان منطقه: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، الحرية أو الشهادة. هذا المنطق اليوم بحالة التشكيك يتم التشويش على هذا المعنى وعلى هذه البطولة. وللأسف بعض الجهات الإعلامية مارست بقصد أو من غير قاصد هذا التشويش، كقناة اللؤلؤة وغير قناة اللؤلؤة. وأنا أقول هذا الكلام لكي يتم التوقف عن حملة التشويش التي تطال جمهور البحرين، جمهور الناس العاديين في البحرين، وكأنما نساهم في إشغال الناس وإلهاء الناس في بتحليلات تنشر من هنا وهناك، وهذا ما سوف أتناوله. أولا، قاموا بالتشكيك أنه هل هذه الحالة حالة الهروب هي مسرحية، أو أنه لا، هي قصة حقيقية. وقاموا الحديث أن هذه مسرحية، وقام البعض بنقل مسجات أن هناك في أحداث عندما أعدم الشهداء الثلاثة تم اعتقال مجموعة، وأن موضوع الهروب مرتبط بقضية قتل الشهداء الثلاثة في السجن، وكأن هؤلاء الذين هربوا هم لم يهربوا من السجن، وأن من استشهدوا اليوم الثلاثة في الزورق هم تم تصفيتهم في وقت إعدام الشهداء الثلاثة، وأنه لا يمكن أصلا، لا يمكن، كيف يعني يمكن أن 10 يخرجوا من السجن؟ هذا الموضوع ليس يعني مو داخل في راسهم، يعني لا يمكن استيعابه بالنسبة إليهم. فما أحب أن أؤكد عليه، وسوف يتم التأكيد على هذا المعنى أيضا من عائلة الغسرة. هناك 2 من إخوان الغسرة متواجدين خارج البحرين، أنا وإياكم نترقب كلمتهم إن شاء الله، كلمة قريبة لهم إن شاء الله، وسوف يؤكدون لكم، سوف يؤكدون لكم أن رضا هذا البطل الشجاع، هذا الأسطورة الذي سوف يخلد في تاريخ البحرين كبطل مقاوم رفض الخنوع وأبى إلا أن يستشهد وهو واقف ومرفوع الرأس أمام الإرهاب الخليفي القزم المنحط، سوف يؤكدون بأن رضا الغسرة مع رفقائه الأبطال قد خرجوا من السجن وحرروا أنفسهم بعملية بطولية استثنائية. وسوف يؤكدون أيضا بأن رضا كان على متن الزورق الذي كانوا يراد أن يذهبوا إلى الحرية من خلال هذا الزورق، ولكن شاءت الأقدار أن يتم يعني محاصرتهم بالاستعانة كما تعلمون بالجهات الأخرى التي ساعدتهم، وإلا أنه لم يتم رصدهم قبل ذلك. والتشكيك في هذا الموضوع هو تشويش على أقوى موقف وأعظم موقف وأقوى موقف في حياة الشهيد رضا، يعني في طول حياته، في طول مسيرته الجهادية، أقوى موقف وأعتى موقف وأكبر عنفوان رسمه الشهيد رضا ومارسه الشهيد رضا كان في لحظة استشهاده. هذه اللحظة اللي اليوم الساحة مشغولة أنه هل فعلا
هذه مسرحية أو أنه مش مسرحية، أو أنه كما يقال هذا الزورق، كيف يستوعب هذا الزورق 10 أشخاص؟ كيف لا توجد في هذا الزورق هنا بقعة دم وهناك لا توجد بقعة دم؟ هذا سيناريو، هذه مسرحية. أنه ما ذكرته وزارة الداخلية هذه مسرحية. لا، المسرحية هو أنتم الذين تحللون وتقولون، أنتم من تصنعون اليوم المسرحية، أنتم اليوم من تصنعون المسرحية وتشوشون على هذا الموقف البطولي. ما ذكرته وزارة الداخلية والمقاطع التي نشرتها هي مقاطع حقيقية توضح أن هناك جريمة ارتكبت. هذه الجريمة التي ارتكبت كان أبطالها هم عناصر الإرهاب من وزارة الداخلية، ولكن بالمقابل طبعا هؤلاء ليس الأبطال، إنما هؤلاء الأقزام، وكان البطل الآخر المغوار الذي وقف وحيد يدافع عن نفسه ورفع المنطق ورفع الشعار الذي أعتقد أنه سوف يرسخ في أذهان وفي قلوب وفي عواطف وفي أرواح من يريد أن يمشي في هذا الخط، وهو الحرية والشهادة. لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل، لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل، ولو كلف ذلك الموت، ولو كلف ما كلف. هذه الإشكاليات. مثلا عندما يقولون أنه كيف لا يمكن استيعاب 10 في هذا الزورق، كيف، من قال لكم أنه لا يمكن أن يستوعب الزورق 10 أشخاص؟ من خلال التواصل مع بعض المعنيين، هذا الزورق ليس فقط يستوعب 10، بل يستوعب حتى 15 شخص. والفيديو الذي عرضته وزارة الإرهاب عرضت جزء من الزورق، لم تعرض كل الزورق حتى تقولوا أنه لا يمكن أن يستوعب هذا الزورق 10 أشخاص، وأنه لا يوجد في الزورق أكثر من 10 أشخاص. الفيديو الذي عرضته وزارة الإرهاب كان يعرض مقطع أو جزء من الزورق، لم تعرض كل الزورق حتى تشككوا في هذا الموضوع. الأمر الآخر أنه لا يوجد هناك دم. طيب، هل هم صوروا كل الزورق؟ هم صوروا جزء من الزورق حتى تقولوا لا يوجد هناك قطرة دم. أيضا ما ينشر اليوم من تشكيكات أنا أشبهه كمن يشكك في واقعة كربلاء. الحسين وقف أمام 30,000، كيف يعني الحسين وقف أمام 30,000؟ هم يقولون نحن لا نقول أن الشهيد رضا الغسرة غير بطل، إنما نحن نقول نشكك في رواية وزارة الداخلية ونريد أن ندحض رواية وزارة الداخلية. ونحن نقول لهم أنتم بهذا الفعل كمن يقول بالضبط أن كيف الإمام الحسين وقف وحيدا أمام 30,000 يوم العاشر وتحدى كل هذه الجموع وأتى بنسائه وعياله وأطفاله. هذا أمر لا يعقل. ربما يعني قتل الحسين، ولكن بطريقة أخرى، قتل في المدينة، في مكة، في أي مكان من العالم. هل هذا مقبول؟ عندما تشكك في هذه الرواية فأنت شككت في بطولة الحسين، في عنفوان الحسين، في قضية الحسين، في أصل فكرة الإباء التي قامت عليها ثورة الإمام الحسين، هذه الثورة التي كان شعارها هيهات منا الذلة. أنت بهذا التشكيك، هذا الشعار مسحت به بالأرض، عملت عليه غشاوة. لا يمكن أن تقول أنني أريد أن أضحط رواية وزارة الداخلية ولكن أقول رضا الغسرة بطل. لا يمكن الجمع بينهما، جمع بين النقيضين، هذا منطقيا باطل. الموقف الأخير الذي ارتكبه، الذي عمله رضا الغسرة، هذا الموقف لا يجب أن نشوش عليه، بل يجب أن نرفعه وأن ندعمه وأن نسلط الضوء عليه أكثر وأكثر، وأن نقول بكل بالفم الملآن أن من ارتكب الجريمة هم مرتزقة آل خليفة التي احتوشت، وإلا هو كان في موقف الدفاع عن النفس. من حق الإنسان أن يعيش حر، من حق الإنسان أن يكون في الموقع الذي يريد أن يكون فيه. ليس من حق أحد أن يمنع أحد من حق حرية التنقل، من حقي أن أتنقل في أي مكان أريد. والاعتقال يعني التعذيب، الاعتقال يعني الاعتداء على العرض وعلى النفس والإهانة والحط بالكرامة. فبالتالي عندما يدافع عن نفسه يريد أن يبقى حي عزيز كريم، على الطرف الآخر الذي أطلق النار هو الذي يتحمل المسؤولية، وعلى الطرف الآخر الذي حاصره ومنعه من أن يذهب حيث يشاء هو الذي يتحمل المسؤولية. وبالتالي
لا نعتقد أننا إذا قمنا وضحضنا رواية وزارة الداخلية أننا انتصرنا لرضا الغسرة، لا، نحن شوشنا على هذا الموقف البطولي، يجب أن نسلط الضوء على هذا الموقف البطولي، يجب علينا أن نسلط الضوء على هذا الموقف البطولي وأن نفتخر به، وأن نفتخر به. هي عملية استثنائية، هذا الموقف الذي رسمه اليوم الشهيد رضا الغسرة، هذا الموقف حقيقة أعتقد أنه سوف يولد 1000 من رضا الغسرة. هذا الموقف أشعل الحماس والعنفوان في الكثير من الذين يعتقدون بأن هذا الموقف هو الموقف السليم في مواجهة آلة القمع. بمعنى عندما تخير بين خيارين، بين السلة أو الذلة، رضا الغسرة خير بين السلة والذلة واختار، هيهات منا الذلة، اختار هذا الشعار قولا وعملا وفعلا. ثم نأتي احنا ونقول لا، هذا الموضوع غير دقيق وغير صحيح. ماذا عملتم أنتم؟ أنتم شوشتم رأي الناس، أنتم خربتم العالم، خربتم الرأي العام بهذه الصورة، بناء على تعليقات إلى أحد مارك ما أعرف شنو اسمه، ونقوم بنشر هذا الموضوع. خذوا إذن من عوائل الشهداء، طيب خذوا إذن من عوائل الشهداء، هل يقبلون عوائل الشهداء؟ خذوا إذن من عائلة الشهيد الغسرة، هل يقبلون بهذا التشهيك الذي تقومون به وتمارسونه؟ هل يقبلون؟ هل أخذتم الإذن من عائلة الشهيد؟ كيف لكم أن تنشروا مثل هذه التشكيكات هكذا؟ لذا نؤكد بأن عملية الهروب هي عملية حقيقية وبطولية واستثنائية وفدائية واستشهادية بكل معنى الكلمة، عملية التحرير وليس الهروب، وعملية الخروج إلى حيث الحرية. ووجود ضد الغسرة في الموضوع هي عملية حقيقية وبطولية واستشهادية. ومن يريد أن يشكك ظانا منه أنه سوف يكون في الموقف المقابل لوزارة الإرهاب، وزارة الداخلية ونظام الإرهاب، نظام آل خليفة، هذا الظن هو خاطئ، هذه التشكيكات هي خاطئة، يجب أن تتوقف هذه التشكيكات، يجب أن نعلم أن هذه هي حقيقة. إذا كان عندكم شك اسألوا المعنيين، اسألوا عائلة الشهيد رضا الغسرة، يوجد 2 من إخوان الشهيد رضا الغسرة في إيران، اسألوهم، تواصلوا معهم واسألوهم هل هذا صحيح أو هذا باطل، تواصلوا معهم، أفضل من أن تقوموا بنشر التحليلات والأوهام إلى أذهان الناس. يقولون أيضا لماذا لم يتم تسليم الجثامين؟ ما طيب، هم إرهابيين، هو نظام إرهابي، انتظروا، هذا الإرهابي اللي يقتل الإنسان أكيد سوف يقوم باحتجاز جثته، ما احتجزوا جثة مجموعة من شهداء البحرين، بعضهم إلى شهرين، بعضهم إلى ما أعرف كم، هذا النظام إرهابي، كل شيء ممكن يعلم. فالطيب انتظروا شوي، يعني لا تأخذكم الحماسة ومتى الجثمان ومتى جثة، هو نظام إرهابي، نحن نريد تسلم الجثامين اليوم قبل الغد، ولكن ليس عدم تسلم الجثمان يعني أنه لم يكن هناك عملية استشهادية وبطولية لهؤلاء. هذا النظام إرهابي، كل شيء ممكن يعمل، يحتفظ بجثامين الشهداء، طبيعي أنه يحتفظ. طيب فقط هاليوم احتفظ بجثامين الشهداء؟ ما قبل أن احتفظ بجثامين الشهداء لم يقم بشيء جديد؟ قالوا أنه لماذا لم يتم عرض تصوير إلى عملية الهروب من السجن؟ يعني تريدوا أن نظام آل خليفة يوضح لكم هذه العملية البطولية ويعني يذهب بماء وجهه؟ عرض الكاميرات أو لم يعرض؟ نحن عندما نثق بأهالي الشهداء وبعوائل الشهداء وبالجهات المرتبطة بهؤلاء الأبطال، وعندما يقولون لنا أن هذه العملية عملية محقة، ولو كانت هناك 1000 كاميرا من كاميرات آل خليفة في السجن لا نحتاج لها، لا نحتاج إلى كاميرات آل خليفة ولا إلى تصوير نظام آل خليفة، نحن نثق بإخواننا المقاومين الأبطال الذين إذا قالوا لنا أن هذه العملية قد تمت نصدقهم، نثق بهم لأنهم أهل الصدق وأهل الوفاء، وليس كنظام آل خليفة أهل الكذب والغدر والخيانة. لذا أرجو من الجميع
التوقف عن هذه الحملة، وأن نصب كل جهدنا في أمرين. الأمر الأول أن نصب جهدنا في إيضاح الجريمة التي قام بها نظام آل خليفة، أن نوضح هذه الجريمة، نصب كل جهدنا في إيضاح هذه الجريمة، وليس ننشغل في التشكيك والتحليل وما إلى ذلك. الأمر الآخر أن نقوم برفع المعنويات وتسليط الضوء على هذا الموقف البطولي البطولي الذي كان شعاره هيهات من الذلة، ولا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. هذا الذي يجب أن نركز عليه اليوم، وأن نتوقف عن كل هذه المهاترات وهذه التحليلات التي لا طائل منها ولا فائدة منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتصر إن شاء الله على هذا النظام، والمجد والخلود والتبريك لعوائل الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة، شرف أنهم يكونوا من عوائل الشهداء. ونحن نعتقد أن الشهادة فوز، وأن ما يقوم به نظام آل، يعني ما يقوم به البلطجية، أنه انتصرنا عليكم وسحقنا رضا الغسرى. لا 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 لا، نحن نعتقد بأن أداء التكليف هو النصر، والشهادة أداء، والشهادة فوز، وأداء والجهاد في سبيل الله فوز، سواء انتصرنا يعني وصل إلى الحرية إلى حيث مبتغاه، أو لم يصل فهو أدى ما عليه، وبالتالي انتصر وفاز فوزا عظيما. وكما قال أمير المؤمنين، وهذا منطقهم حتما عندما ضرب، فزت ورب الكعبة، فاز رضا ورفاقه، وهنيئا لهم، ويا ليتنا نكون مثلهم ونفوز كما فازوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.